تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. وعقب توقيع بروتوكول التعاون ما بين النادي الاهلي وجهاز خدمه المشروعات بالقوات المسلحه طبعا لتطوير العديد والعديد من الامور في مختلف افرع النادي الاهلي سواء الجزيره مدينه نصر وايضا الشيخ زايد في الفتره القريبة جدا خلال الشهر القادم. معايا في هذه اللحظات طبعا المستشار الهندسي لمجلس إدارة النادي الأهلي المهندس سامح علي كامل. باشمهندس مرحب بك في البداية، وأكيد يعني النهاردة حدث مهم جدا وهو التعاون مع القوات المسلحة وجهاز المشروعات للخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، شيء جيد وشيء إضافة أكيد للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لتنفيذ العديد من المشروعات داخل النادي الأهلي بمختلف فروع. تمام، هو النادي الاهلي بعد الانتخابات في خطه موضوعه على مدار 4 سنين بدانا في تفعيل الخطه ديت. هنحط المشروعات اللي هيتم تنفيذها كمرحله اولى، درسناها واخترناها بعنايه طبقا للبرنامج الانتخابي للكابتن محمود والقائمه مجلس الاداره. بدانا نفعل بقى هذه المشروعات ان احنا نبدا نعمل بروتوكول تعاون مع جهاز المشروعات والقوات المسلحه. طبعا جهاز المشروعات لان في التزام وفي مصداقيه في التنفيذ، في جوده في التنفيذ. النهارده وقعنا البروتوكول للتعاون مع جهاز المشروعات لتنفيذ مشروعات في الثلاث افرع الجزيره والشيخ زايد ومدينه نصر. والمفروض ان شاء الله خلال شهر فبراير يعني الشهر الجاي ان شاء الله نبدا نوقع عقود المشروعات بقى. يعني النهارده كان في زي مذاكره التفاهم زي ما بيقولوا كده، لكن الشهر الجاي هيبدا نوقع بقى العقود للمشروعات، كل مشروع في مكانه بمده تنفيذه بالبرنامج الزمني بتاعته بالتكلفه بكل حاجه خلال الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. ده كان او ده هيكون في خلال شهر فبراير. شهر فبراير ان شاء الله يعني اخر نهايه الشهر، مع نهايه الشهر ان شاء الله متوقع نعمل برضو يعني زي مؤتمر صحفي كده نوقع فيه عقود المشروعات ونعرض المشروعات ديت بتفاصيلها وطريقه اخراجها ومده تنفيذها ان شاء الله باذن الله. اهم المناقشات اللي دارت النهارده في الاجتماع على هامش توقيع هذا البروتوكول، احنا اتناقشنا في المشروعات تاني وكنا بنأكد ان احنا التزام بالمواعيد والتزام بالتوقيتات المحددة من قبلهم. الجهاز المشروعات ابدى كل التعاون في انجاز المشروع في الوقت المحدد وبالاسعار المناسبة. كان في تفاهم واضح بين مجلس ادارة النادي الاهلي وجهاز المشروعات للفترة القادمة. احتجت مشاريع كتيرة ان شاء الله باذن الله، وهم قدوا بصراحه كل تفاهم مع كابتن محمود بصراحه. تمام، عشان اوضح بس الامور لمشاهدي قناه الاهلي ان المشروعات دي هتكون على نفقه النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي هو الممولها بالكامل وفي التمويل بتاع النادي موجود، وان مش هيبدا في اي مشروع ملوش ليه تمويل طبعا اكيد. تمام. ده متحدد وواضح جدا في برنامج الانتخابي كابتن محمود الخطيب. تمام، طبيعي ان انا اسالك عن تفاصيل المشروعات دي، بس احنا اكيد هنعلن عنها في الوقت المناسب من خلال مؤتمر صحفي زي ما حضرتك قلت. طبعا يعني المشروعات متحدده لكن مش هنقدر نتكلم عنها دلوقتي. خلينا نتكلم عنها ان شاء الله في لقاء اخر فبراير. اثناء توقيع العقود هي مشاريع قدامكم واضحه معروفه هننفذ ايه ومده تنفيذها قد ايه ان شاء الله. مختلف افرع النادي، الجزيره ومدينه نصر وشيخ زايد، والثلاثه في نفس التوقيتات ان شاء الله، ما فيش حاجه تلو الاخرى، لا الثلاث افرع في مشروعات في نفس التوقيت ان شاء الله باذن الله. تمام. مع اختلاف المشروعات من نادي لنادي. تمام. يعني في نادي هيكون في مشروع معين مش شرط يكون نفس المشروع في نادي نفس نادي الجزيره غير مدينه نصر، لكن في مشروعات في الثلاث افرع ان شاء الله باذن الله. طيب. المده الزمنيه المحدده للانتهاء من هذه المشروعات هل خلاص تم الاتفاق عليها ولا لسه ما فيش اتفاق على مده زمنيه؟ هو المده الزمنيه متحدده اصلا في البرنامج الزمني الكابتن محمود اللي كان داخل بيه الانتخابات. طيب. كل مشروع مده تنفيذه باشتراطاته، اللي رخصه يبقى المده بتاعته بعد استرداد التراخيص، فهتلاقي كل مشروع له مده. في مشاريع مدتها 4 اشهر، في 6 وفي 12. طيب. على حسب طبيعه المشروع اللي هيتنفذ وفي انهي فرع. ان شاء الله. لكن ممكن يتم الانتهاء من جميع المشروعات الخاصه بثلاث الافرع النادي الاهلي في وقت زمني محدد او معين، او وقت الزمني نفسه هو وقت الزمني الخاص بكل الافرع النادي الاهلي؟ هو احنا محددين البرنامج الزمني لسنه 2018 يبدا من 1/1/2018 بالظبط كده، هو ده التوضيح. 2018 ينتهي 1/1/2019. متحدد في خطه انشائيه للسنه. فعلى مدار السنه دي هننفذ المشروعات دي. تمام. في كل واحد بتوقيته، مثلا بدانا المشروع 4 اشهر، فممكن تلاقي في شهر 8 في مشروع بيتسلم، وممكن تلاقي اخر السنه مشروع تاني بيتسلم في الشيخ زايد. تمام. حسب طبيعه المشروع، لكن احنا ملتزمين بالخطه الانشائيه خلال سنه 2018/2019. تمام، التوفيق ان شاء الله يا باشمهندس. ربنا يكرم ان شاء الله، وربنا نتقابل تاني ان شاء الله. هيبقى في مفاجات تاني ان شاء الله والله اعضاء النادي والجماهير ان شاء الله باذن الله. طبعا طبعا يعني اخر فبراير في هتلاقي المنشات هتبقى باينه قدامكم، هتبقى اضافه للنادي الاهلي بصراحه الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرم. شكرا يا باشمهندس، بشكرك. شكرا.